نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه 2025 بعد غياب دام لمدة 37 عاما. كما تم الإعلان عن استضافة مصر لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه والتي انطلقت اليوم لتستمر حتى 21 من إبريل الجاري. تأكيدا على قدرتها في تنظيم البطولات الرياضية الدولية، نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه 2025 بعد غياب دام 37 عاما. كما تم الإعلان أيضا عن استضافة بطولة الدوري العالمي البريمير ليج للكبار والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 من إبريل على صالة استاد القاهرة الدولي. حريصين كل الحرص في المشاركة بأكبر عدد موجود، ودي يعني البطولة بتبقى مصنفة لأعلى 32 لاعب في كل ميزان، ودول اللي هيلعب منهم الاوائل هيلعبوا هم بطوله العالم، لان بطوله العالم اصبحت بالرانك زيها زي الاولمبياد. فاحنا حريصين على اشتراك بلاعيبتنا المميزين، واحنا بلا فخر عندنا مثلا في الكوميتيه 5 موازين للبنين، عندنا 3 موازين احنا محتكرينهم تصنيف اول عالم بقالنا 2 سنين، والميزانين التانيين دول موجودين في بعض في دول العالم بالكامل بتنافس على الميزانين، ومصر محتكره 3 موازين، فده انجاز كبير للاتحاد المصري للكاراتيه يحسب لها. وحرصا على خروجها بصوره تليق بمصر، تجرى الاستعدادات على قدم وساق لاستضافه بطوله العالم للكاراتيه، بداية من التأكد من جاهزية الصالات وصولا لمناقشة الترتيبات النهائية لإقامة المعسكرات الرياضية للاعبين. طبعا البطولة هتكون بطولة مميزة جدا، مختلفة في نظامها عن كل البطولات اللي فاتت، لان هي هتكون من ضمن 32 فريق على افضل مستوى في العالم. ال 32 فريق دولت هيتقسموا على 8 مجموعات، كل مجموعة فيها 4. الادوار فيها هتكون مختلفة زي ما قلنا، كنظام البطولة هتكون فيها ادوار اقصائية ثم ادوار ما قبل النهائي ثم الدور النهائي، وده طبعا هيسيب فرصة كبيرة للاعبين ان هم يطلعوا احسن ما عندهم، وتكون ايضا بطولة عادلة ويستمتع بيها الجمهور ويستمتع بيها بالتأكيد اللاعبين ايضا. فهتكون بطولة في قمة الإثارة والمتعة اللي احنا نشوفها في 2025 في مصر في القاهرة. بطولة البريمير ليج أو الدوري العالمي للكاراتيه دي من أهم البطولات في الاتحاد الدولي، ودايما الاتحاد الدولي للكاراتيه حريص على إنه يدي البطولات ديت لمصر لإقامتها، لما تتميز به سمعة مصر من خبرة كبيرة جدا في تنظيم الأحداث الرياضية وخاصة الكاراتيه. إذن هو حدث كبير وإضافة جادة لسجل مصر الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية على اختلافها، وفرصة جديدة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.